قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بخالص التهنئة للطالب محمد هاني كمال في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في محافظة الدقهلية لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في دورته السادسة، والتي عقدت في دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 وحتى 16 من أكتوبر لعام 2024. شارك الطالب محمد هاني ضمن فريق بنهائيات المسابقة على مستوى المدارس الثانوية بمشروع سترة نجاة ذكية ومتقدمة مصممة لتعزيز فرص البقاء للأفراد الذين فقدوا أو فقدوا في البحر، حيث تعالج مشكلة عالمية تؤدي إلى وفاة 320 ألف شخص سنوياً.